الهدف من مؤتمر النهاردة الذي عقد مع الأستاذ بدر فرغلي رئيس اتحاد نقابات المعاشات على مستوى جمهورية مصر العربية وضع حد أدنى لأجر المعاش يصل إلى 1200 جنيه. اثنين، إضافة علاوة 2038% إلى أساس المعاش، لأن هذه العلاوة ضمت إلى الموظفين ولم تضم إلى أصحاب المعاشات. ثلاثة، الحصول على علاوة اجتماعية في 1/7 20%، وإذا لم تتحقق مطالبنا سنقف إن شاء الله وقفات احتجاجية بطريقتنا يوم الخميس الموافق 8 مايو سنة 2014 في ميدان التحرير، ونجرس ونفضح بالبانرات والصور كل من حصل على أموالنا وكل من سرق أموالنا، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد سرق أموال أصحاب المعاشات والتأمينات. النهاردة أهم نقط في المؤتمر اللي قررها السيد البدري فرغلي المناضل السائر ورئيس اتحاد اصحاب المعاشات، ان احنا يوم 8 كنا مدين مهر للحكومه لمده شهر على اساس ان هم يشوفوا لنا حل. وزير الماليه بيقول لك ما عنديش موارد، احنا مش هناخد ولا مليم من الخزينه العامه للدوله، احنا هناخد من فلوسنا، احنا لنا 162 مليار موجودين في بنك الاستثمار. وزير الاستثمار العربي خد 17.7 لتدعيم كوادر المعلمين. احنا بنطالب برفع الحد الادنى للمعاش الى 960 جنيه كرفع الحد الادنى للاجور اللي صدرته حكومه الببلاوي. المطلب الثاني، بنطالب باقاله كل من هو فسد في وزاره التامينات ووزاره التضامن الاجتماعي، وعلى راسهم في وزاره التامينات محمد معيد اللي هو كان نائب لبطرس غالي الهارب في لندن الان، وبيتمتع بفلوس اصحاب المعاشات، واصحاب المعاشات بيموتوا من المرض وبيموتوا من التامين الصحي، بيموتوا موت بطيء. ازاي انا اقدر اكيف حياتي وانا النهارده مش لاقي اجيب اكل عيالي او اعلم ابني؟ هعلمه ازاي؟ ايوه، يوم 8/5 ده بيعتبر عيد بدل عيد العمال، لان مفيش عمال، كلهم طلعوا على المعاش، سواء طلعوا معاش مبكر او طلعوا معاش بلوغ سن. احنا بنقول يوم 8/5 هو يوم للمعاشات وليس يوم للعمال.